ملال يونس 38 سنة، فاعل صناعي، عضو غرفة الصناعة والتجارة، وصيف وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية في مدينة مكناس. الشاب اللي بديت أنا من وسط اجتماعي جد متوسط، اللي بشوي بالكثير من العمل والكثير من التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى قدرت نحقق ذاتي لا داخلي ولا خارج الوطن. كنحس بالمشاكل ديال الشباب اللي عشت فيها، لا في الدراسة، لا في التطبيب، لا في التنقل، لا في العمل. يعني الحمد لله ما لقينا الصعوبة أننا نتفهموا المشاكل ديال الساكنة، نتشاركوها معهم ونقدموا لهم حلول اللي تقدر تكون ناجعة. أخي المكناسي وأختي المكناسية، كندعوكم باش تنزلوا بكثافة يوم 8 شتنبر وتصوتوا المرشح إلى لوائح حزب الحركة الشعبية رمز الصنبولة، جميعا من أجل تغيير حقيقي لكم ولوليداتكم.